نختم هذه الحلقة بأكثر من 24 سيارة كلاسيكية يقتنيها أحد هواة اقتناء السيارات داخل مدينة حلب، وهي على فكرة ركبها كما قال أغلب الرؤساء السوريين السابقين، لكن حطمت القذائف بعضها، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالبقية في بيته القديم داخل المدينة. نترككم مع هذه المشاهد مع مراسلنا وائل عادل، ونعود لقراءة بعض التعليقات. طبعا أنا بالنسبة لي ملء اعتزاز وفخر أنه أنا ولدت في مدينة مسقط رأسي قديمة عريقة ترجع لآلاف السنين، أكثر من 6 أو 7 آلاف عام، من أقدم المدن في الأرض الحية العامرة اللي بدأت بحي المغاير، سكن الإنسان الكهوف القديم، ثم عمروا حي كلاسو. طبعا بعتز بكل شيء ناقش، كل شيء تاريخ، وقلعة حلب هي بيتنا الكبير كلنا، وطبعا ملئنا ألم لهالأمور اللي عم تحدث، إيش عم بتدمر بالآثار كلها عم تجرح في قلبنا. وأنا يوم اللي ضرب الطيران سياراتي حسيت كاني أنا اللي انجرحت، في بيني وبينه انحوار سياراتي، كما كان يتكلم مع ناقته الشاعر ذو المعلق المشهور طرف ابن العبد البكري عامر يلقب، فكان يحكي مع ناقته وقال أجمل شعره فيه: أنا بحس سيارتي هي نوقي أو هي خيلي الحديدية. طبعا هي تعاقب على كل رؤساء سوريا الأسبقين من عدا العصر المتأخر ما ركبوها. طبعا ركب فيها شكل وكلي، حسني الزعيم، سامي الحناوي، أديب الشيشكلي، محافظ الألقاب، كلهم رؤساء.